وَلَمَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ لَا La ilahe illallah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان ربي العظيم العلى الوهاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم فاعلم أنه لا إله إلا الله آمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي قال في هذا الشريف أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله آمين وعلى آله وأصحابه شاربين رحيق لقيقة من جميع لا إله إلا الله آمين اللهم اغرس في قلب شجرة لا إله إلا الله آمين وأدهر على لسان ينابي حكمة لا إله إلا الله آمين وأغرق روحي في بحر معرفة لا إله إلا الله آمين وانشر على وجهي بركة نور لا إله إلا الله آمين واحفظنا يا رب آمين من كل شك آمين وكفر آمين ورياء آمين ومن مكر الماكرين آمين وحسد الحسدين آمين وعداوة المعادين آمين ومن شر نفس آمين وشيطان ودنيا وهواء عناية ورقاية وحفظ لا إله إلا الله محمد رسول الله آمين والمجلس ذاكران ومطلوب أشكان olan Cenab-ı Rahman آمين والمجلس الشريف cümlemiz hakkında bahisi kesreti aşk آمين ومحبت آمين واستغراق آمين وحيرات إليه آمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين صدق الله العظيم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين سلام على المرسلين آمين وآلهم والحمد لله رب العالمين آمين Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. Amin. Vakti şerifler hayır ola. Amin. Hayırlar feth ola. Amin. Şerler def ola. Amin. Allahu Azimüşşan ismiyle kalplerimiz tahir, mütahir, pâk ola. Amin. Demler, sefalar, müjdehat ola. Amin. Gülüba, şükan, bâküşad-ı hamdan ola. Amin. Demi, Hazreti Mevlana. Amin. Sırrı Cenab-ı Şems-i Tebrizi. Amin. Kerem-i İmam-ı Ali. Amin. Şefaat Muhammedur Resulullah-ı Nebi. El-Fatiha'na selavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Muhammed'in maddi manevi dertlerine deva. Amin. Maddi manevi hastalarına şifa. Amin. Maddi manevi borçlarına eda. Amin. Maddi manevi bermurat olanların muratlarına nasıl olmasına vesile olması için bu diyelim. El-Fatiha ma salavat.
Evet.